مرضت ذات مرة اعتماد زوجة المعتمد ابن عباد ملك إشبيليا فأمسك ولم يزرها في مرضها الأمر الذي أغاظها فعاتبته على فعله عندها كتب المعتمد معتذرا ومتغزلا وهو الشاعر الرقيق المرهف الحس فكانت ابياته كالتالي: مرضتم فامسكت الزياره عامدا وما عنقلا امسكتها لا ولا هجري ولكنني اشفقت من ان ازوركم وابصر اثار الخسوف على البدر. هكذا كان اعتذار المعتمد رقيقا ومرهفا وراقيا مثله. اعجبتني الابيات فاردت ان اشارككم اياها في هذا الفيديو الموجز. اتمنى ان يكون قد اعجبكم والى اللقاء في فيديوهات قادمه تحياتي انا فردوس حافظ رشيد الى اللقاء